غربي الغرب جمع بين الجرين سريع غليزان الطامح لبلوغ المنصة وتحقيق الصعود، وبين ترجي مستغانم السائر بخطى ثابتة لضمان البقاء. مباراة ميزها ضغط كبير وفرص كثيرة. سريع غليزان كان سريعا في افتتاح باب التسجيل مبكرا بعد لمسة يد في العمليات وإعلان الحكم إبرير ضربة جزاء تمثل في تنفيذها فؤاد علاق بنجاح، معلنا الأفراح في المدرجات. ترجي مستغانم لم يستسلم بعد الهدف وراح ينسج هجمات متتالية ومحاولات خاصة من طرف بن مغيث، إلا أن الهدف غاب عنها. من جهته السريع بحث عن التعميق وحسم النتيجة عن طريق محاولات علاق، شادلي، نمديل وكوربيا، لكن من دون جدوى. في الشوط الثاني عاد الترجي بقوة وتمسك برغبته في التعديل على الأقل بمحاولات تصدى لها دفاع السريع الذي أهدر بدوره فرصا كثيرة للتعميق. نتيجة لم تتغير رغم استنفاذ المدربين لطرش وعساس لأوراقهما المتاحة وإقحامهما للبدلاء لتقديم الإضافة التي غابت. وطلب الترجي في الوقت بدل الضائع بضربة جزاء إثر لمسة يد في العمليات، لكن الحكم إبرير أمر بمواصلة اللعب إلى غاية إعلان صافرته نهاية اللقاء بتفوق سريع غليزان على ترجي مستغانم بهدف وحيد حملته الدقيقة 35 إضافية غالية للسريع لما بعد 30. نظن اليوم سيتي ان ديربي قدام من بون ايكيب نتاع مستغانم اللي كي لابيتود دو رامني دي ريزولتا بوزيتيف على الاكستيريور. حنا نظن واش اللي خصنا الدوزيام بيت، ونافي لا بوسيبيليتي باش نقدروا نزيدوا الهدف الثاني. ربما كون زدنا الهدف الثاني كنا قادرين نفوزوا بالمقابله بسهوله، ولكن على العموم نظن لي تروا بوان نو بيرميت باش نبقاو دائما نصادروا الفرق اللي في البوديوم. المنافس يعني لعب كان احسن منا، احنا ما لعبناش كيما، لكن نظن باللي كان عندنا فرص صريحه والحكم حرمنا يعني من ضربه جزاء حقيقيه. لما نقولش ضربتين، واحده في الشوط الاول واحده في الشوط الثاني.